رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل، وشرفتني ونورتني في الاستوديو دلوقتي ضيفتي الجميله بقالي يعني كام يوم كده اسبوع ما شفتهاش، شهيرة ابو سيف خبيره التغذيه النهارده معانا، ومعانا كورسات الجميله من هيربال بانك. صباح الفل يا شوشو. صباح الفل يا حبيبتي. ايه يا شوشو وحشتيني والله. كنت بتعملي ايه في الحظر يا شوشو؟ محظوره. كنت محظوره حاضره نفسي انا كمان في البيت الحقيقه. كنت بتاكلي يعني. ايه في الحظر يا شوشو؟ باكل كل حاجه يا حبيبتي. صحه وهنا على قلبك طبعا. يعني ده النهارده جايه اتكلم على الموضوع الحظر ده والله. ده انا جايه في اللي في قلبي هقوله كله يعني بعد ما جربت عذرت الناس والله لما تقول لي احنا جعانين طول الوقت. انا جعانه طول الوقت والله دي حقيقه. وبعدين الولاد بقوا يسهروا فبقوا بيجوعوا كتير زياده، ده حقيقي. عايزين ننيمهم عشان ما يقولوش احنا جعانين. لا والقعده والاكتئاب والقلق والتوتر بيخلي الانسان عايز يهرب من اي حاجه، فبيخليه دايما عايز يطلع في الاكل. فكل شويه بقى بسكوت العشر دقائق اللي هو الناس كلها أنا مش خلصنا دي إيه. جمهوريه مصر العربيه كلها عملت بسكوت في الاخر. انا ما عملتوش بس انا ان شاء الله هعمله لحضراتكم الاسبوع اللي جاي باذن الله. صباح الفل. صباح الفل عليك حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كله تمام. وحشتينا والله. والله وانتوا الناس كلها وحشتني وانتي وحشتيني قوي قوي كمان. وانتي اكتر كتير جدا جدا جدا. طيب احنا هنستسمحك بس ننزل اول الصفحه بتاعت هيربال بانك، وطبعا ارقام التليفون تنزل قدام حضرتك. ست ارقام، ست ارقام دول عليهم المتابعه وعليهم الاسئله وعليهم الاستفسار وعليهم طلب الكورسات وكل حاجه حضراتكم عاوزاها. كل الارقام دي عليها خدمه الواتساب. ليه؟ علشان اي حد من حضراتكم هو بيتصل مثلا في يعني شويه ضغط على التليفونات معهم ويتنج كتير، حضراتكم ما تتضايقوش، تقدروا تبعتوا برساله وما شاء الله بيردوا على طول سواء على الصفحه او على الارقام التليفون. هي انا جربت ده بنفسي دايما بوقعهم ايه، ولقد وقعنا في الفخ بس هو ما وقعوش في الفخ معايا. الحمد لله. هيربال بانك ما وقعوش في الفخ. لا الحمد لله يعني. الحمد لله احنا دايما يعني حريصين جدا على ثقه الناس فينا. انا عارفه. حريصين جدا على صحتهم، حريصين نبقى امنه معاهم الحقيقه. فالحمد لله ما فيش اي حاجه بتقع مننا. الحمد لله دايما يا رب. وعشان كده عملنا خدمه الواتساب لانه ناس كتير كانت بتشتكي دايما بانه بنتصل وما بنردش، واحنا نقول مثلا لا يا جماعه ما عشان بيبقى انتوا على ويتنج بيبقى معايا تليفونات كتير. احنا عملنا خدمة الواتساب نحل القصة دي كلها ونقلل شوية. أيوة. عندي الصفحة كمان الرد عليها عن طريق يعني عن طريق الصفحات 24 ساعة. أيوة. ما بنكلش وما بنملش وعلى طول عارفة اسمينهم شفتات كده بنسلم بعضينا حبيب. كويس. والأرقام بتاعتنا طبعا الحمد لله يعني احنا وصلنا الأعداد الحمد لله لثقتهم فينا. أيوة. وطبعا الناس لما بتبقى واثقة فينا وبتخس معانا بتجيب لنا الناس التانية. فأنا طبعا من مصلحتي ان انا لازم يعني انول ثقة الناس دي كلها علشان ده برضو هيبقى في الاخر هيعود عليا انا كمان. النهارده يا زوزو احنا جايين نتكلم. ايوه. بما اننا كلنا قاعدين في البيت واضح ان القعده هتطول شويه برضو شوي. فانا جايه النهارده اقول ايه، احنا هناكل كل حاجه والجوع هيقف. يعني ده بقى انا جربته بنفسي الحقيقه لانه انا فعلا بقالي اسبوعين قاعده في البيت وقاعده بالولاد وبتاع وكده، فلقيت نفسي انه فعلا انا طول الوقت يعني عذرت الناس طول الوقت انا جعانه طول الوقت، ولادي جعانين طول الوقت، في حاله جوع غير عاديه غير عاديه غير عاديه. صح. فطبعا الاوزان الكبيره يا حرام طب هتعمل ايه؟ هي برضو جعانه وعايزه تاكل وعايزه تعمل كده. عشان كده النهارده انا جايه بالكورسات اللي هنخلينا قاعدين في البيت واحنا برضو مش قلقانين من فكره التخن، مش من فكره ان احنا لما هنخرج او خلاص الدنيا ان شاء الله يا رب يعني باذن الله يفكها علينا. امين يا رب. لما هنيجي نخرج ونبدا ننزل شوارع ما نتصدمش بقى بلبسنا اللي هي ما نتصدمش في بعض، ما نشوف بعض على الاقل نعرف بعضينا. ايوه. عارفه الصبح كنت بفكر ايه، قلت شكلها كده القمصان هتتلزق في بعض تبقى قميص واحد نقيفهم بقى ناخدهم كده يعني نظبطهم كده على بعض علشان تتلبس يعني. فطبعا انا النهارده جايبه الكورسات اللي فيها الكبسوله اللي جوه العلبه الايه بالظبط. ايوه اللي جوه العلبه السوداء. الكبسوله اللي انا بقول عليها الدمار الشامل. أيوة. يعني فعلا هي الدمار الشامل فعلا فعلا. احنا بقالنا داخلين في شهرين دلوقتي الحمد لله يا رب الحمد لله. ما في ما كل الفيدباك اللي جاي من ورا استخدام الكبسوله دي حقيقي بجد حاجه كانت بتفرحنا جدا. حاجه بتدينا ثقه، حاجه خلتنا نشتغل على نفسنا اكتر واكتر واكتر، ولسه اللي جاي هيبقى احسن واحسن واحسن ان شاء الله يعني يا رب. يا فالكبسوله دي الكبسوله اللي هي الدمار الشامل اللي انا بقولها الدمار الشامل. أيوة. دي فعلا فعلا الناس اللي بدات تاخدها معانا من غير اي اثار جانبيه، من غير اي احساس بارهاق، من غير اي احساس بتوتر، من غير اي احساس بارق. أيوة. عصبيه، انك حاسه انك مش عارفه يعني عارفه انت احيانا كده بتحسي ان انت لوز كنترول يعني انت اصلا شخصيه مش قادرة تسيطري على نفسك. صح. من اعصابك بقى متوتره وتبقي عصبيه لا الكبسوله دي الحمد لله انا مزوداها.
فيتامينات تعوض كل الدهون اللي بتنزل، تعوض كل الحاجات اللي بتنزل من جسمي، وفي نفس الوقت مدياكي عناصر فيها مهدئه للاعصاب وتعمل لك ريلاكسيشن، فما تخليكيش طول الوقت متوتره او عندك ارق. بالعكس فوق ده كله بقى، والهدف الاساسي بتاعها هو سد الشهيه. مش بس بقى سد شهيه، دي كبسوله بتسد الشهيه وفي نفس الوقت كمان بتعلي عندي معدل الحرق جدا. لانه احنا عندنا النقط بتاعتنا عارفين ان هي مزوده بالفيتامين الاساسي بتاع حرق الدهون وهو ال كارنتين. انا زودت لك معدل ال كارنتين في الكبسوله كمان، فبالتالي انا عندي كبسوله فيها فيتامينات. ال كارنتين ده فيتامين، علشان الناس تبقى فاهمه انه ده فيتامين. الفيتامين ده احنا بنحقنه احيانا، بنروح الناس تحقنه علشان تفتت الدهون اللي في المناطق معينه عندها. انا بدل ما هنحقنه، بدل ما هنروح لدكاتره وجلسات و هنعمل ايه؟ هناخد الكبسوله دي اللي هي مزوده بالال كارنتين اللي هتساعدك على انك انت وانت بتخسي الكبسوله دي، الماده دي هتروح على المناطق الصعبه في جسمك. ايوه. فبالتالي مع انك عندك تكميم معده او عندك سد شهيه، فانا كمان بعلي عندك معدل الحرق وبفتت لك الخلايا الدهنيه. فاذا على ما نيجي نخلص الكورس بتاعنا ونبدا في مرحله التثبيت، عمرنا ما هنرجع تاني نتخن زي الاول ابدا. هي. تمام. نبدا بقى بالكورسات بتاعتي. وطبعا انا يعني قبل ما تبداي في الكورسات اقلب الكوبيب عشان اجي اكتب. تعالي اكتبي بسرعه لازم نتقيد دلوقتي. بس انا كنت عماله اقلب في الكوبيبات بتاعتي. ايوه. كوبيبه بالبطاطس والبرغل. تسلم ايديكي. وحشيناها بصل وسماء. ماشي. زيت زيتون وبصل وسماء. احنا مروحين سوا بقى. احنا مروحين. يعني قلت عشان برضو ايه حبايبنا برضو اللي صايمين يبقى ليهم نصيب ياكلوا حاجه طبعًا مغذيه ومفيده، وفي نفس الوقت تبقى كل سنه وهم طيبين. يا رب طيبة ان شاء الله. يا رب كل الايام اللي جايه تيجي علينا خير باذن الله، ويفك علينا الغمه اللي احنا فيها باذن الله يا رب العالمين باذن الله. احنا بقى نبدا بالكورسات بتاعتنا. أيوة. انا عندي كورسات الفرديه بتاعتي العاديه، هي كورس الكبسوله والنقط والاعشاب. ده الكورس الفردي للناس اللي حابه تنزل اوزان خفيفه، او اللي هي زادت شويه. أيوة. او اللي هي مثلا جسمها كان كويس ونتيجه القعده اللي احنا فيها بدات تزيد من مثلا من 7 ل 10 كيلو او كده، فهناخد معانا الكورس الفردي. معايا الكورس الثنائي اللي هو 2 كبسولات 2 نقط 2 اعشاب. أيوة. ومعايا كورس الثلاثي 3 نقط 3 اعشاب 3 كبسولات، ودي الكورسات العاديه بتاعتي الستاندرد. حلوة. كويس. طب الكورسات دي عليها اوفر؟ طبعا عليها اوفر، عليها 50% خصم. أيوة. والشحن مجانا لكل محافظات الجمهوريه. هايل. تمام. تمام. طيب انا عندي بقى المفاجآت. ايوه. ايه بقى المفاجآت؟ ان دايما انا بحب اجي اقول للناس احنا قاعدين في البيت، فانا عايزه حاجه قويه جدا تسيطر عليا جدا. فانا عندي دلوقتي الكورسات المكثفه. يعني اللي هيحب ياخد الكورس الفردي مكثف هياخد كبسوله ونقط واعشاب عليهم كبسوله هديه. يعني انت يعني اذا الكورس الفردي ما بقاش كبسوله، بقى 2 كبسوله و1 نقط و1 اعشاب. وعندي بعد كده الكورس الثنائي 2 كبسوله و2 نقط و2 اعشاب عليهم كبسولتين هديه. يبقى بقى 4 كبسولات مع 2 نقط و2 اعشاب. اما الكورس الثلاثي المدمر، ودي ناس كتير بتقبل عليه، هتاخد ايه؟ 3 كبسول 3 نقط 3 اعشاب عليهم 3 كبسول هديه. يعني الكورس بقى 6 كبسول عليهم 3 نقط و3 اعشاب. مش بس كده، انا كمان حاطه هديه على الكورسات المكثفه الكريم الغني بفيتامين اي، الكريم اللي فيه بانثينول، الكريم اللي هيبدا يعمل عمليه ترطيب للمناطق اللي فيها دهون بالزياده، عشان وهي بتنزل ما يحصل لهاش ترهل، وما يحصل لهاش مثلا انها تبقى ناشفه، او ان الجلد يحصل له ترهل، او يحصل ستريتش ماركس او الكلام ده اللي هي علامات التمدد اللي في الجسم. علامات دي. تمام. طيب بس كده؟ لا طبعا، برضو الكورسات المكثفه دي معايا عليها 65% خصم يا زوزو، والشحن مجانا لكل محافظات الجمهوريه. الشحن من غير الكوبيبه على فكره مش هتاخدي الكوبيبه معاك. لا عشان هما كل واحد قال واحده، فانا عاملين يقولوا طب وشهير هتعمل ايه؟ شايلين همك. طب اي حاجه. طيب. نص واحده. طيب. طيب احنا موافقين يا شوشومه، قالوا لك ماشي ممكن نص. خلاص تمام. أوكي. خلاص اتفقنا عشان ما تختلفوش على حاجات بسيطه. يبقى 5 زودته ل 70%. تسلمي يا شوشو حبيبتي. حبيبه قلبي يا زوزو، تسلم ايدك يا حبيبتي. ريحته حلوه. ما هي الكوبيبه دي والبرغل مهم، احنا بس بنفتقده. ودايما نقول ايه؟ الكوبيبه اللحمه. لا، في كوبيبه اقتصاديه
طبعا. وبرضو تنفع بانواع تانية، وهنعمل كبيبه اللحمه برضو اقتصاديه يا جماعه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. وعلى فكره انت عارفه بالرغم انها برضو مقليه في الزيت انه برضو يعني مسموح، مسموح ان انت بس هناخد ايه بقى يعني كل اللي ماشي معايا للكورسات بتاعتي يفضل انه ياخد حته واحده، يعني مش لازم مثلا نخلص الطبق كله، لان ممكن ناخد حته واحده. خذي عندك سنه اي كده كويس مش قوي كده شو قربيها عشان بيقولوا لك بداوا يقلقوا. لا ما يقولك بدأنا نقلق لما بعدتي بره. طيب او ممكن اقرب الطبق شويه عشان اطلع انا بيه على طول، اسرع اسهل واسرع. يا حبيبتي صحه وانا على قلبك اي حاجه. يا حبيبتي تسلم ايديكي. فطبعا كوبيبه واحده مثلا في الظهر حلو قوي هتبقى حلوه كويسه جدا مع طبق سلطه او شويه برغل حلو جدا وكل الحاجات معموله نايمه حلو بس عشان عاملينه في الزيت انا هفضل ان احنا ناخد واحده مع طبق سلطه مع مثلا لو هنبدا ناخد مثلا رز ومكرونه احنا بنقلل الرز والمكرونه شويه في مرحله النظام الغذائي خصوصا للناس اللي بادئه معانا عشان في ناس كتير جدا بتيجي تكلمنا تقول لي ايه انت قلتي انا هاكل كل حاجه انت هتاكلي كل حاجه بس انا بحب اقلل لك شويه حاجات ليه بحب اقلل لك شويه حاجات علشان ادي فرصة للجسم انه يبدا يتعود على نظام غذائي مختلف تمام انت هتاكليهم بس انا بقللهم لك على قد ما نقدر بمعنى انه الناس مثلا اللي كانت بتحب مثلا تاخد مثلا قطعة كبيرة من المكرونة البشاميل مثلا اوكي لا انا بقلب بقلل المكرونة البشاميل دي خليها نص خليها ربع وبتاكليها ما عنديش مشكلة الرز كذلك بس افضل مثلا الرز مثلا ناس كتير لما بتقول لي اصل احنا بنحب الرز والرز ده يعني وجبه اساسيه وعلى فكره هو فيه برضو يعني عناصر كتير بتمد هو بيمد الجسم فعلا في حاجات كتيره وهو مهم جدا فاقول مثلا ان احنا لو عملناه على البخار او سلقناه هيكون افضل بكتير من ان انا اعمله في السمنه والشعريه واللي احنا بنعمله ده هيبقى افضل وطعمه هيبقى حلو وتقدر تزود عليه الملح والفلفل اللي هي حباهم وطعمه هيبقى لطيف جدا بالنسبه لها مش هتتضايق منه فلو اكلنا حته كوبيبه مع قطعة صغيرة مكرونة أو مثلا طبق صغير مكرونة زي بولة الشوربة حطينا فيه مكرونة هناكل المكرونة هناكل الكوبيبة طبق سلطة كبير نبدأ بيه ده السلطة ده مهم قوي جدا وطبعا احنا دلوقتي أصلا احنا كل الناس كمان سلطة كده بالعدس بجبة أو مثلا بس حطينا لها فاحنا عملنا العدس ده مدمس تعالي بقى نشوف العدس بقى ونشوف فوائده وقد إيه هو مفيد جدا للجسم بصي ربنا ما بيخلقش حاجة إلا لو فعلا هي بتبقى احنا بيتهيأ لنا إن أنا لو كلت منه هيضرني انا لو كلت منه بالزياده هيضرني كل شيء زاد عن حده بينقلب الى ده لكن هو ربنا خلقه لي طالما خلقه لي وموجود في الطبيعه بتاعتي يبقى اذا هو يفيدني انا عندي هنا في فوليك اسيد عندي بروتينز عاليه جدا جدا ودي الجسم بيبقى محتاجها اكتر من حاجات كتيره بتبقى في الخضار مثلا بالعكس الفوائد بتاعه العدس انا يعني بفضل مثلا ان احنا ناكل عدس اكتر ما ان انا ابدا اكل مثلا مكرونه او اكل رز او اكل نشويات البقوليات دي مهمه جدا جدا فيها نسبه فوليك اسيد عاليه جدا والجسم بيبقى محتاجها صح فده حاجه كويسه جدا للجسم لو فكره ال تعرفه البقوليات طبعا دايما بتعمل شويه انتفاخات كده في البطن او كده احنا ممكن نعوض ده بان احنا ناخد سلطه كبيره هتعمل لنا ليونه ممكن ناخد حاجات فيها الياف طبعا انا عندي اعشاب هتساعد جدا الجسم على انها تنزل تنزل كل الحاجات اللي في الجسم دي مش هتساعدني على ان يحصل لي امساك نطرح اي اكل كان ايا كان احنا بناكله احيانا بعض الناس لما بتبدا تمشي على نظام غذائي معين بيجي لها امساك انا عندي الاعشاب يعني تلتزم بقى بنظام معين مفيش الياف ومفيش خضروات ومفيش حاجات كتير بالظبط بالعكس علشان كده انا بقول لك انت هتاخدي الكورس بتاعي وانا هاكلك كل انواع الاكل فبالتالي انت مش هتعاني من اي مشاكل من المشاكل اللي بتحصل وقت الدايت اللي هو من غير كورسز او اللي الناس بتمشي عليه لوحدها او اي اسلوب دايت تاني اي اسلوب دايت تاني دايما بيشيل عنصر مهم من الاكل فبالتالي بيحصل لك انت او بيحصل للجسم عموما افتقاد للعنصر ده فطول ما انا مفتقداه يا اما جسمي بيعند يا اما بيحصل لي مشاكل صحيه علشان كده انا بقول لك انا احنا هناخد الكورس بتاعنا بالعكس انا هاخد الكورس بتاعي والكورس ده هيساعدني على اني انا باكل كل اللي انا عايزاه بس بكميات قليله لانه هيحجم لي الشهيه بتاعتي شويه بعد ما هتتحجم الشهيه هيحصل ايه اوتوماتيك المعده هتبدا تاخد على كميه الاكل الصغير اللي بتنزل فبالتالي هندخل مرحلة التثبيت بعد ما هنخلص هناخد الكورس الخاص بالتثبيت وده كورس لوحده جدا تمام بناخده مدة مثلا هي بصراحة
بالطول شوية لأنه ده مهم جدا. المرحلة دي أهم من مرحلة نزول الوزن، هي مرحلة التثبيت، بس بعد ما بنخلصها إن شاء الله ما بنتخنش تاني وما بنرجعش زي الأول تاني. حب أفكر الناس أيوة تاني الكورس بالكورس بقى. بتاعي النهاردة أنا معايا كل الكورسات الستاندرد الطبيعية بتاعتنا اللي هي كورس الفردي كبسولة أيوة. ونقط وأعشاب، ومعايا الكبسولتين والاثنين نقط والاثنين أعشاب الثنائي، ومعايا الثلاثي ثلاثة نقط ثلاثة أعشاب ثلاثة كبسولة، ودول عليهم 50% خصم، والشحن طبعا مجانا لجميع المحافظات. عندي بقى العروض القوية جدا لكل الأوزان اللي ممكن يعني اللي هي بتضايق مبدئيا، اللي بتضايق من ان هي خلاص يئست من مرحلة التخن والخسسان. عندي العرض المكثف الفردي هو كبسولة ونقط وعشاب عليهم كبسولة هدية، يعني اتنين كبسولات. عندي العرض الثنائي اتنين كبسولات اتنين نقط اتنين أعشاب عليهم اتنين كبسولات هدية، بقينا أربع كبسولات. والعرض الثلاثي تلاتة كبسول تلاتة نقط تلاتة أعشاب عليهم تلاتة كمان هدية. مش بس كده، عليهم الكريم بتاع السليوليت والترهل، وبيساعد برضو على حرق الدهون اللي تحت الجلد، وكل ده عليه 65% خصم وشحن مجانا لكل محافظتكم. حبيبتي يا شوشو تسلمي لي. طبعا انا بشكر ضيفتي الجميله اللي جايه لي طبعا بعروض جديده وحلوه، وجايبه لي كمان نسبه خصم حلوه قوي على العروض الفرديه وعلى العروض المكثفه. اتمنى يا رب تلاقوا كل اللي انتم عايزينه، مش حارمينكم من حاجه اهو. بشكر حبيبتي شهير ابو سيف خبيره التغذيه. ميرسي يا شوشو، نورتيني وشرفتيني النهارده. تسلم ايدك. والنهارده احنا عملنا حاجات بسيطه، اتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم. الفول المدمس بالزبده والكزبره، وعملنا كمان الفطاير اللي في الطاسه اللطيفه اللي احنا عملناها بالجبنه والبيض واللبن والحركات، وعملنا كبيبه من البطاطس المهروسه والبرغل، وحشيناها بصل بالسماء وزيت الزيتون. جميله، اتمنى حضراتكم تجربوها وتنول اعجابكم الوصفات باذن الله، واشوف التطبيقات ان شاء الله على الصفحه. من هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.